السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي بمدارس المنتزه الخاصة، معكم الأستاذ عبد الرحمن السيد. هنشتغل مع بعض المهام الإدائية اللي هتيجي منهم مهمة إن شاء الله. المهمة الأولى بتقول: يلزمك حل المسائل التي تقابلك أثناء مسارك للخروج. وعمل لي دخول، سهم اهو مكتوب عليه دخول. اول مسألة بتقول 7 × 2 × 6. طبعا 7 × 2 × 6 انا هضرب 7 × 2، 7 × 2 ب 14، يبقى 14 × 6. لما اجي ابسطها هقسم على الاتنين فوق وعلى الاتنين تحت، تبقى 7 × 3. السبعة على تلاتة اللي هي الكسر، العدد الكسري 2 و 2 و 3. حتى لو نزلت اضرب 2 × 3 ب 6، 6 و 1 7، يبقى 7 × 3. طيب، وراح طالع على طول فوق اهو بالسهم، 2 × 2 × 3 + 1 × 6. قلنا طبعا عشان نجمع لازم المقامات تبقى موحدة سواء جمع أو طرح. يبقى أنا هاخد الكسر الاتنين على التلاتة ده هضربه في 2 تحت و2 فوق. فلما أجي أضرب في 2 تحت و2 فوق، 2 × 2 ب 4 و3 × 2 ب 6. يبقى هاجي أجمع 2 + 1 = 3، وهنا فوق هيبقى 4 + 1 = 5، والمقام هينزل 6 زي ما هو، يبقى الإجابة 3 و5 على 6. رحت داخل من الفتحة اللي هو فاتحها دي ووصلت ليه، قال لي 1 على 3 بتساوي نقط على 9. طب المقام 3 بقى 9، يبقى هو ضرب في 3، يبقى انا هضرب الواحد في 3، 1 × 3 = 3. ورحت ماشي، الفتحة اللي موجودة عندي توصلني ليه 4 و4 على 8 ناقص 2 وربع. طب نفس الفكرة في الجمع، لازم اوحد المقامات، يبقى انا هاخد الربع ده هضرب في 2 تحت و2 فوق. فلما اجي اطرح 4 ناقص 2 ب 2، وهنا هيبقى 4 ناقص 2، 4 ناقص 2 ب 2، 2 على 8. 2 على 8 اللي هي اختصارها ربع، يبقى الإجابة 2 وربع. وأفضل ماشي في المتاهة، هتقابلني فتحة هخش منها اللي هي فيها عبارة عن 3 و3 على 6 × 4 على 9. طبعا هنا هرفع الكسر، 3 و3 على 6، خد بالك إن 3 على 6 تبسيطها نص، يبقى 3.5 × 4 على 9 هتساوي، هيبقى الإجابة معايا 1 صحيح و5 على 9. هفضل ماشي في المتاهة لحد ما أوصل ل 8 على تلت. 8 على تلت قلنا ثبت اضرب شقلب، يبقى أقول 8 × 3، 8 × 3 بتساوي 24، وبكده أكون خرجت من المتاهة عند سهم الخروج. السؤال ب بيقول لي أكمل، أعطيني مجسم قدامي أهو زي ما أنا شايف. بيقول لي أبعاد الشكل، أبعاد الشكل اللي هو الطول والعرض والارتفاع. طيب تعالى نعد كده الطول اهو، بص بص السهم ادي 1 2 3 4 5، يبقى ده 5 وحدات. طب بالعرض، بص كده بالعرض، ادي 1 2 3 4، يبقى 4 وحدات. طب الارتفاع اهو 1 2، يبقى الارتفاع 2. طالب مني الحجم، طبعا انا عارف حجم المكعب، حاصل ضرب الطول في العرض في الارتفاع اللي هو ال في دبليو في اتش، يبقى انا هضرب 2 × 4 × 5، ال 2 × 4 ب 8، 8 × 5 تبقى الإجابة بتساوي معايا 40. المهمة التانية بيقول لي: الكروت التي أمامك تمثل نواتج العمليات الحسابية على القصور الموضحة بالأسفل. قم بإجراء العمليات المرقمة بالأعداد من 1 و6، ثم ضع الرقم الذي يمثل العملية الحسابية أمام الحرف الذي يمثل ناتج العملية الحسابية. يعني هو عطيني A و B و C ودي النواتج، انا هروح للمسائل بتاعتي احلها واشوف النواتج دي موجوده في الاي ولا في البي ولا في السي. طيب اول سؤال، 3.5 ناقص 1 و2 على 5، قلنا في الطرح لازم اوحد المقامات، يبقى النص ده هضربه في 5 فوق و5 تحت، والاتنين على 5 دي هضربها في 2 فوق و2 على تحت. اجي اطرح تطلع الاجابه معايا بتساوي 2.1 على 10. طب 2.1 على 10 دي موجوده في الاي ولا في البي ولا في السي؟ مظبوط، لقيتها في الاي. هروح رايح في خانه الاي اهو زي ما انا مشاور بالسهم، وهكتب رقم السؤال اللي طلع اجابته ب 2.1 على 10، رقمه اللي هو السؤال الاول. طيب نروح نحل السؤال الثاني، 5 × 5، بسط في بسط، مقام في مقام، 1 × 1 ب 1، 5 × 5 ب 25. 1 على 25 دي مكانها فين؟ في سي. يبقى انا هروح في الخانه سي وهكتب رقم السؤال اللي طلع اجابته ب 1 على 25، وهو رقم السؤال الثاني. بنفس الطريقه هعمل السؤال الثالث، هجمع 2.8 + 1 على 16 او واحد المقام، يبقى ال 8 هضربها في 2 تحت و2 فوق، تطلع معايا 2 و2 على 16 + 1 على 16، فاجمعهم يطلعوا معايا 2 و3 على 16. 2 و3 على 16 دي اجابه مين؟ اجابه بي. يبقى اروح في خانه البي وهكتب رقم السؤال بتاعي 3 زي ما انا مشاور بالسهم كده. طيب السؤال الرابع،
خمسة واتنين على تمانية ناقص تلاتة وواحد على الستاشر. بنفس الطريقة هحلها واحد المقامات تطلع الإجابة اتنين وتلاتة على الستاشر. طب اتنين وتلاتة على الستاشر دي خانة مين؟ البي. يبقى أنا هروح للبي وأكتب في الخانة الفاضية أربعة. السؤال الخامس، عايز أجمع واحد صحيح زائد واحد، واحد على عشرة. هجمع واحد زائد واحد بكام يا ولاد؟ باتنين. يبقى اتنين واحد على عشرة اللي هي خانة الـ A. هروح للـ A وأكتب رقم السؤال اللي هو خمسة. آخر حاجة طبعا ستة، خمس على خمسة ثبت اضرب شقلب، يبقى خمس في خمس بواحد على خمسة وعشرين، وهي إجابة السؤال سي. يبقى أنا هروح في سي وأكتب ستة. السؤال ب نفس فكرة السؤال اللي كان في المهمة الأولى. هنا أبعاد الشكل، يلا بينا نعد. أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، يبقى الطول خمسة. طب العرض أهو واحد اتنين تلاتة، أدي تلاتة. الارتفاع عد يلا، واحد اتنين تلاتة أربعة، يبقى الارتفاع هنا أربع وحدات. طالب مني الحجم، حاصل ضرب الطول في العرض في الارتفاع، يبقى أربعة في تلاتة في خمسة. طيب الخمسة في تلاتة في خمستاشر، خمستاشر في أربعة، تطلع الإجابة بتساوي ستين وحدة مكعبة. المهمة التالتة، بيقول لي اختر بطاقة مناسبة من داخل المربع للحصول على إجابة صحيحة في كل جملة عددية. استعمل كل كارت مرة واحدة فقط، يبقى الكروت دي هستعمل كل واحد فيهم مرة واحدة بس. زي ما أنا شايف عندي في السؤال الأول كان المربع ده فاضي والمربع ده فاضي والمربع ده فاضي، والكروت اللي معايا هي 5 4 1 3 6 2 9 12. طيب هنا بيقول لي كام على كام و4 زائد 1 و2 على كام يساوي 3 و3 على 4. واضح قوي ان المقام 4، يبقى انا الكسر الاعتيادي الثاني ده مقامه هيبقى كام؟ 4. يبقى هنا اختار الكارت 4. طب هسال نفسي كام زائد 1 يديني 3؟ 2 مظبوط، يبقى هنا الخانه هتبقى 2. طب كام زائد 2 تديني 3؟ 1. يبقى هنا اخترت الكارت 1 و2 و4. تمام، خش على السؤال الثاني. 3 وكام على ال 12 ناقص 1 و6 على 12 تساوي 2 و3 على كام؟ اه المقام 12، يبقى كده انا هختار الكارت رقم 12، يبقى احط هنا في الخانه 12. طب كام ناقص 6 يديني 3؟ مظبوط 9، يبقى انا هختار 9. يبقى انا كده اخترت الواحد والاثنين والاربعه والتسعه والاثناشر، مش هختارهم تاني خلاص. طيب 2 في 3 بكام يا ولاد؟ 2 في 3 ب 6، يبقى هنا هختار فوق 6. طيب 3 في كام يديني 15؟ 3 في 5 مظبوط، يبقى هنا اخترت الكارت 5 والكارت 6. فاضل الكارت مين اللي ما اخترناهوش؟ الكارت 3، يبقى اكيد هو اللي هختاره في اخر سؤال. ربع على كام يديني 12؟ ربع على 3 مظبوط. ليه؟ لان انا هثبت اضرب اشقلب، يبقى ربع في ثلث تديني 1 على 12. السؤال ب بيقول لي على المستوى الاحداثي الذي امامك، المستوى الاحداثي اللي هو المستوى الشبكه اللي قدامي دي، حدد الازواج المرتبه. الاي هي الزوج المرتب 1 و3، اتفقنا ان الواحد بتاع الاكس وال3 بتاعت الواي. البي 1 و6، واتفقنا بنقرا من الشمال لليمين، الواحد بتاع الاكس وال6 بتاعت الواي. السي 6 و6، الدي 6 و3. يلا بيقول لي صل بين النقاط A وB وC وD بالترتيب لاغلاق الشكل باستخدام المسطره. طيب هنا الـ A اهي، بص واحد اهو، واطلع على الدور التالت اهو، وحط النقطه واكتب عليها ايه؟ ها البي واحد، واطلع للسته اهو، وحط النقطه واكتب فوقيها بي. السي سته اهي، سته شاورت عليها على محور الاكس، واطلع قصادها ست ادوار تبقى سي. الدي سته وتلاته، ادي السته والتلاته. هنوصل بين الشكل زي ما احنا قدامنا كده لاغلاق الشكل. ما اسم الشكل اي بي سي دي؟ الشكل اللي طالع ده شكل ايه زي ما احنا شايفين اهو؟ ها الله ينور عليكم، مستطيل. يبقى الشكل اللي قدامي مستطيل. بيقول لي ما مساحه الشكل؟ احنا عارفين ان مساحه المستطيل، فاكرينه من الترم الاول في سنه رابعه كنا بنقوله ايه؟ الاي بتساوي ال في دبليو. طيب دول كام وحده؟ لو ركزت كده عد كده الخانات اهو، بص حتى انا عاملها لك، ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، يبقى دول خمس وحدات. طيب ودول كام وحده؟ واحد اتنين تلاته، يبقى العرض خمسه والطول تلاته، او الطول خمسه والعرض تلاته، مش هتفرق معايا كتير. يبقى الطول في العرض، يبقى انا هضرب خمسه في تلاته بتساوي 15 وحده مربعه. وبكده حبايبي نكون راجعنا مع بعض المهمه الاولى والثانيه والثالثه، وبالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.